الأفلام وكثير من مشاهد تونس ظهر عليه الذكاء الشديد والحكمة والفطرة والحافظة، حتى أن الشيخ مسعود الدباغ رحمه الله يقول: والله هذا الرجل ينتفع منه أكثر مما ينتفع بنا، وهو لا يزال في السن 14 من عمره رضي الله عنه. ثم تدرج في العلوم الشرعية إلى أن وصل في زمان معين التقى بالشيخ الحاج علي حازم رضي الله عنه، وهو كان خليفة الشيخ القطب المكتوم البرزخ المحمد المعلوم جبل أهل السنة والجماعة والجماعة مولانا وسيدنا أبو العباس أحمد التيجاني. التقى به في تونس فقويت الصحبة بينهما، وهنا إشارة أن في ذلك الوقت لا يزال الشيخ السيد إبراهيم الرياحي لا يزال تلميذا، جلسه ورأى منه من الكرامات وروى له من مناقب مولانا التيجاني رضي الله عنه، حتى اشتاقت نفسه للقائه، وكان يردد في صدره دائما أبدا وتكرارا أن يأخذ هذا الولد. وقبل أن نواصل للمعلومة، فإن الشيخ إبراهيم الرياحي رضي الله عنه كان في الطريقة الشاذلية، ثم خرج منها واعتنق الطريقة الأحمدية المحمدية التيجانية، وأخذ وردها السني من استغفار والصلاة على الحبيب المختار والكلمة الشريفة لا إله إلا الله. ثم بشره الشيخ علي حازم رضي الله عنه بأنه سيكون له صيت عظيم وينتفع به المؤمنين في بلاد المسلمين وغيرها من علمه العميم. ثم جاءت تلك السفارة المباركة حيث أصابت تونس القطر التونسي مجاعة، فبعث الباي حمودة باشا سفارة على رأسها الشيخ إبراهيم الرياحي إلى ملك المغرب حتى يطلب منه العون. في ذلك الزمان صار القطر التونسي مجاعة، فبعث الحمودة باشا سفارة لطلب العون، وكان يترأسها آنذاك إبراهيم الرياحي، لأن شيخه صالح الكواش كان مريضا فنصبه مكانه. وفي تلك الرحلة المباركة إلى بلاد المغرب، وبعدما منيت مهمته بالسداد والصلاح، ذهب إلى لقاء سيده شيخه ومربيه سيدنا أحمد التيجاني رضي الله عنه، وهو يقول في نفسه: والله لو يكون هذا هو القطب المكتوب حقا فليمدني بأمارة. قال: إن كان هو القطب المكتوب فسيعرف باسمي، إن كان هو القطب المكتوب سيقدم لي لبنا يشربه. هذا يكون في نفسه. فسأل عن بيت الشيخ القطب المكتوب في مدينة فاس، فدلوه عليها، فطرق الباب فخرجت له خادمة الشيخ وقالت: مرحبا بالرياح. قال في نفسه: إذا كانت خادمة الشيخ مفتوحا علي فمرحبا بالشيخ، عرفتني خادمة الشيخ. ثم جلس وقالت له: يا شيخ، إن الشيخ التيجاني ذهب في قضاء حاجة فاجلس. فجلس وقدمت له لبنا، فقالت: هذا هو لبنك يا رياح، وكما ليس بهذا على الله بعزيز. فيقول المولى سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته سرته سمع الذي يسمع به وسره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وان سالني لاعطينا وان استعان بي لاعيدن. وفي روايه الإمام البخاري وكنت. وفي أول الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أولياء الله يا رسول الله؟ سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أولياء الله إذا روه ذكر الله. فجاء
جلس فدخل عليه الشيخ رضي الله عنه سيدنا أحمد التيجاني وكان ينفذ عن جبته الغبار. قال يا رياحي لقد كنت الآن في جنازة شيخك صالح الكوش. فتعلم منه وأخذ عنه ثم رجع إلى تونس وهو ينشد: كنت أرغب في الهواء يعني قبل ملاقاة الشيخ التيجاني بهذا سيد إبراهيم الرياحي الذي لقب بالحسن البصري الصغير. يعني بعد لقائه بالشيخ التيجاني قال: كنت أرغب في الهواء كل هذه العلوم ما كنت أرغب في الهواء والشقاء الندين. هذا بعدما تعرف على القطب المكتوب شيخنا. السائل عن الشيخ أحمد التيجاني ما طريقته؟ طريقة محبة، فهو باب الدال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الباب الدال على المولى سبحانه وتعالى في آخر الزمان. فرجع إلى تونس وأدخل فيها الطريقة التيجانية المباركة. ثم بعد زيارته أصاب القطر التونسي طاعون عفانا وعافاكم الله. فنادى الشيخ أحمد باي، فكان الباشا أحمد باي في ذلك الزمان، فذهب لشيخ سيد إبراهيم الرياحي قال له: يا شيخ ترى الضيم الذي أصاب بنا؟ فانظر ماذا ترى. فنادى الشيخ إبراهيم الرياحي أشراف البلاد التونسية من علمائها وحكمائها، ثم أعطاهم بعض الأفكار وبعض منها بالاسم إلى غيره، قرأ بعض الآيات من ياسين إلى غيره، فرفع بهذه البلاء عن تونس، فحظي بالمكانة العظيمة عند الباشا، فأولاه عندها الإمامة العظمى، وقبلها أولاه دار القضاء، فأصبح قاضي القضاة، إمام الجامع المعظم، جامع الزيتون المعمورة. لكن بعد انتقال الشيخ سيد أحمد التيجاني، لا يزال الشيخ سيد إبراهيم الرياحي لم يكمل مرتبته أو لم يدرك مقامه الذي بشره به الشيخ علي حرازم رضي الله عنه قبل انتقاله، فتولى تربيته خليفة الشيخ الأعظم حامل لوائه سيدنا ومولانا الحاج علي التماسيني رضي الله عنه وأرضاه. كلنا يعرف قصته، ذهاب هذا الرجل سيد إبراهيم الرياحي لملاقاة هذا الشيخ العظيم خليفة القطب المكتوم وقصته في رحلته، وكلنا يعرفها. فقال بعدما رجع من عند الحاج علي التماسيني رضي الله عنه، نبص لكم رواية، يعني دخل الشيخ سيد إبراهيم الرياحي وهو الآن شيخ الإسلام، فجلس بين يدي الشيخ حاج علي التماسيني، جلس بين يديه، فبدأ الشيخ يخبره بأخبار ويسأله في مسائل فقهية، وبين قوسين الشيخ حاج علي التماسيني كان مؤمن، يسأله في مسائل فقهية، يقول: يا شيخ ما رأيك في مسألة كذا ومسألة كذا إلى آخره. فبدأ الشيخ سيد إبراهيم الرياحي يصب عليه من علمه، فسكت الشيخ وقال له: يا إبراهيم ما هذه التي تمشي تحت قدمي؟ قال: يا شيخ نملة. قال له: بالعامية ما لهذا جاي يتفرج عليها؟ هذا كان أدبه، يعني أين مثل التماسيه يا مسكين، يقول الشيخ أحمد التيجاني رضي الله عنه. فعندما رجع السيد إبراهيم الرياحي إلى القطر التونسي أنشد وقال: كنت أحمل علم القشور بعد زيارة الحاج علي التماسيني، والآن أحمل لب العلوم. فأصبحت تربيته والوصاية على زاويته من عند الشيخ الحاج علي التماسيني رضي الله عنه، وهي الآن لا تزال تحت رعاية زاوية التماسين بخلافة الشيخ دكتور محمد العيد التماسيني التيجاني رضي الله عنه في زماننا هذا، وهو خليفة الطريقة التيجانية، وهو الذي يعطي ويعنى بزاوية الشيخ العلامة سيد إبراهيم الرياحي رضي الله عنه وأرضاه. قبل ذكر سنة انتقاله، لا يسعنا القول، يعني كثير من الناس لا يعرفون سيد إبراهيم الرياحي ولا يعرفون الطريقة التيجانية، إنها مكتومة، فأحباب الشيخ التيجاني يعرفونها مكتومة. لكن ما أحوجنا في هذا الزمان، في زمان الفراغ، في زمان يا
يصف فيه الحليم حيران بأمثال بأشخاص رجال مثل الشيخ سيد إبراهيم الرياحي حتى تنتفع منهم الأمة الإسلامية. فيا أحباب الشيخ التجاني هذا كان دأب مولانا. فيقول الحاج علي التماسيني كلمته المشهورة السبيحة والويحة والمسيحة حتى لتفرج الريحة، أي علم وعمل وعبادة. طريقتنا طريقة علم وعمل وعبادة، هذه هي الطريقة التجانية، محبة الله، محبة رسوله، محبة الشيخ، محبة الناس أجمعين، وعلى العطف على الأمة. هذا هو لواءها وهذا هو ديدنها. فيا رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والآن نبدأ بمدح بداية تقسيم من كتابة الشيخ سيد إبراهيم الرياحي رضي الله عنه وأرضاه. اللهم صل على سيدنا محمد.